مرحبا بكم متابعي قناة سؤال. يعلم الكثير منا أنه قد جاء على مر الزمان الكثير من الملوك الذين حكموا الأرض، فمنهم من تم تخليد اسمه ومنهم من لم يذكره التاريخ. لذا سنعرض عليكم اليوم قصة ذو القرنين، ذلك الملك العظيم الذي ذكر في القرآن وقام ببناء ردم يأجوج ومأجوج. لكن قبل أن نبدأ، لا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل ما هو جديد. هيا لنبدأ. ذو القرنين، ذلك الاسم العظيم الذي حكم الأرض، وسمي بهذا الاسم لإعجاب الناس به وتحية لهمته العالية وشهامته وشجاعته. كان ذو القرنين واحداً من أعظم الملوك الذين حكموا الأرض القديمة، آتاه الله من كل شيء سبباً. وكان عصر ذو القرنين معروفاً بالرخاء والازدهار، فكان ذو ملك عظيم وقائد جيش جبار تخافه كل جيوش عصره. وكان ذو القرنين رجلاً صالحاً، فكان يجوب الأرض يدعو الناس للإيمان بالله والتوحيد لله رب العالمين. وقد ذكر عن مجاهد قال: ملك الدنيا مشارقها ومغاربها أربعة، مؤمنان وكافران. فأما المؤمنان سليمان بن داود وذو القرنين، والكافران النمرود بن كنعان وبخت نصر. كيف نشأ ذو القرنين؟ نشأ ذو القرنين في أمة مستعبدة ضعيفة سيطرت عليها دولة مجاورة وأجبرتها على دفع الجزية. فلما رأى حال أمته بدأ يدعوهم إلى الاهتمام بعزتهم وكرامتهم والتوحد حوله وتأييده في التخلص من هذا الظلم، فردوه ومنعوه من الكلام حتى لا يسمعه الملك فيعاقبه. ولكن ذو القرنين لم ييأس وأصر أن يفعل شيئاً لقومه، وقد كان من صفاته العقيدة الصادقة والإيمان الراسخ والحكمة، وكان قوي البدن مفتول الذراعين. بدأ يدعو قومه إلى الإيمان بالله وظل يدعوهم، لكنه لم يجد إلا فيقال أن سبب اسم ذو القرنين هو أن ذو القرنين في شبابه قد رأى رؤية عجيبة، وهي أنه صعد إلى الشمس واقتربت منه حتى أمسك قرنيها بيده. فقص هذه الرؤيا على أصحابه وفسروها قائلين له بأنه سوف يصبح ملكاً ذا جيش كبير وسيملك الدنيا من المشرق إلى المغرب. فبدأ الجهلة من القوم يستهزئون به وفسروا الرؤيا على أن الملك الظالم سوف يضرب ذو القرنين على قرني رأسه، أو أنه سيقتله ويعلقه من قرني شعره. ويقال أنه بسبب هذه الرؤيا سمي ذو القرنين بهذا الاسم. ويقال أيضاً أن سنين لقرني شعره، لأن الضفائر عند العرب كان يطلق عليها في القديم قرني الشعر. ويقال لأنه كان يمسك بقرني الأرض من المشرق إلى المغرب. ولكن الأصح والذي اتفق عليه الغالبة من أهل العلم أنه أطلق عليه ذلك الاسم لأنه بلغ قرني الشمس مشرقها ومغربها، والشرق والغرب عند العرب كان يطلق عليهم قرن الشرق وقرن الغرب. وبعد ازدياد عدد أنصار ذي القرنين أصبح ملكاً على البلاد، وعاهدوه على السمع والطاعة ومحاربة عدوهم حتى يرجع لهم حقهم. وكانت بلاده تدفع للملك الظالم ضريبة، وهي عبارة عن عدة بيضات من الذهب الخالص. فلما جاء وقت الدفع فوجئ الملك الظالم بأن ذو القرنين لم يدفع شيئا، ولم يكتفي بعدم الدفع حسب، بل طرد الرجال الذين يأخذون الضريبة، وأرسل للملك الظالم رسالة يستهزئ فيها منه قائلا: إني قد ذبحت الدجاجة التي تبيض الذهب وأكلت لحمها، فليس لك شيء عندي. فعرف الملك عن ذي القرنين بأنه شاب صغير السن، فأرسل له ساخرا منه: أرسلت لك كرة وصوتا وكمية من السمسم، فأما الكرة والصوت لتلعب بهما، فإنك صغير تحب اللعب وابتعد عن الغرور، فلو كان جنودك بعدد حبات السمسم لأتيت بك. فرد عليه ذو القرنين: سأنتصر عليك ولو كان جنودك بعدد حبات السمن. فذهب ذو القرنين بأنصاره إلى الملك الظالم، فألقى الله الرعب في قلوب سكان بلدته
فذهبوا إلى ملكهم وطلبوا منه أن يتصالح مع ذي القرنين، فغضب الملك من هذا الكلام وخرج بجيشه لملاقاة ذي القرنين الذي تمكن من هزيمته وقتله. وأصبح ذو القرنين الحاكم على البلدة والاستقرار والأمن والأمان وأفرح أهلها. وبعد هذا النصر عزم ذو القرنين على إعلاء كلمة الحق في كل مكان من الأرض، وقد مكن الله له في الأرض وأعطاه الإمكانات الهائلة، فصار وجاب الأرض كلها من المشرق إلى المغرب، ولم يترك مكانا في الأرض إلا ونشر فيه العدل والحق. وفي رحلة ذي القرنين لإعلاء كلمة الحق وجد قوما كانوا يعيشون خلف جبال، وكانوا قوما مسالمين لا يعرفون القتال، وقالوا لذي القرنين إن هناك فتحة بين جبلين يخرج منها قبيلتان متوحشتان، هما يأجوج ومأجوج، وكانوا يأكلون كل شيء ويعتدون على تلك الأمة المسالمة. وبين الله لنا هذا في كتابه الكريم فقال: فطلب هؤلاء القوم المساعدة من ذي القرنين بعد أن رأوا جيشه القوي الجرار، فذهبوا إلى ذي القرنين وذكروا له خطورة يأجوج ومأجوج وأنهم يتكاثرون بسرعة كبيرة وسيفسدون الأرض، وعرضوا على ذي القرنين الأجر فرفض ذلك وطلب منهم أن يعينوه على بناء السد. وأمر ذو القرنين القوم بأن يجمعوا الحديد، وأمر المهندسين بقياس المسافة بين الجبلين وارتفاعهما، وأمر العمال بحفر أساسا في الأرض، ووضع قطعا من الحديد بين الجبلين، وجعل بين كل طبقتين من الحديد طبقة من الفحم، ولا يزال يرفع الحديد حتى سد بين الجبلين، وأشعل النار في الفحم حتى تحولت قطع الحديد إلى نار سائلة، وصب النحاس على الحديد المصهور فملأ الشقوق، وتحول السد إلى سد عظيم هائل لا يمكن النفاذ منه حتى من قبيلتي يأجوج ومأجوج. ولما رأى ذو القرنين ما صنعه ذلك السد العظيم شكر الله وقال: قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. وفي النهاية إذا أردتم قصصا وحقائق عن ملوك الأرض وقصة يأجوج ومأجوج كاملة اترك في التعليق، وسنقوم بتنزيل لجزء آخر إن شاء الله. ولا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو ومشاهدة الفيديوهات السابقة، وهذا الفيديو خصوصا الذي يحكي عن قصة سوميا أول من خلق من الجن. شكرا على المشاهدة. تبدأ الأحداث قبل خلق سيدنا آدم بألفي عام، حين خلق الله عز وجل سوميا أبو الجن، وقال عز وجل لسوميا: تمنى. فقال سوميا: أتمنى أن نرى ولا نرى، وأن نغيب في الثرى، وأن يصير كهلنا شابا. فلبى الله عز وجل لسوميا أمنيته تلك، وأسكنه الأرض له ما يشاء فيها. وهكذا كان الجن أول من عبد الرب في الأرض، والمصدر في هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما. ولكن بعد موت سوميا أتت أمة من الجن، بدلا من أن يداوموا الشكر لله على ما أنعم عليهم من النعم أفسدوا في الأرض بسفكهم للدماء فيما بينهم. فأمر الله جنوده من الملائكة بغزو الأرض لاجتذاس الشر الذي عمها وعقاب بني الجن على إفسادهم فيها. وغزت الملائكة الأرض وقتلت من قتلت وشردت من شردت من الجن، وفر من الجن نفر قليل اختبأوا بالجزر وأعالي الجبال.